ليونيل ميسي، مقارنة ليونيل ميسي فيه على الصعيد الشخصي، وأن من يعشق كريستيانو بكل تأكيد لا يكره ميسي أيضا. هو زي ما قلت لك التنافس اللي حصل خلال 15 سنة ما بين الاثنين هو اللي خلينا نتكلم في ده، نخش في المقارنة ونخش في في الكلام عنهم، لأنه دول من أعظم اللعبة الموجودة في تاريخ كرة القدم. احنا زي ما قلت لك احنا محظوظين ان احنا عاشرنا او عايشنا هذا الثنائي، لان زي ما قلت لك التنافس اللي ما بينهم كان يحسن كل منهم الاخر. ده خد 5 كرة ذهبية لازم اخد انا 6، ده خد 6 لازم اخد 7. فالحاجات دي حاجات مميزه احنا بنحبها. غير كده الاستمراريه صعب ان انت توصل للليفل العالي، المستوى العالي تستمر فيه 15 سنة، ده كتير. الإرث اللي هم على المستوى الفردي اللي سابوه الاثنين، ألقاب جماعية، ألقاب فردية، صراع على الكرة الذهبية، صراع ما بين برشلونة وريال مدريد، فالعديد من الأمور اللي تخليك تتكلم عنهم هي الاثنين. فالاثنين أضافوا الكرة العالمية كتير قوي. وغير كده النوعية اللي جاية اللي طالعة من المواهب مش زيهم، أقل منهم. دول عندهم المهارة، عندهم السرعة، عندهم الشخصية، بيعرفوا يتكلموا بره الملعب. يعني في العديد من المواقف كان يقولك ميسي ما بيتكلمش، شفنا في كاس العالم ازاي القيادة الشارة وازاي الاجتماعات الموجودة، ازاي المحاضرة اللي كانت قبل نهاية كاس العالم قدام فرنسا، وازاي كان يجمع اللعيبة الموجودة. أنا يقال بأن ميسي خجول في الحديد. خجول مين؟ ده احنا اللي خجولين. فما بالك وده لما تشوف على رونالدو لما يجي يتكلم في المؤتمر الصحفي على الدوري البرتغالي وانتقد الدوري البرتغالي ومشاكل الدوري البرتغالي، هل حد غير رونالدو يقدر ينتقد الدوري البرتغالي؟ مفيش. فدي القيمة اللي موجودة داخل المستطيل الأخضر، بيقدموا إضافة ومتعة، وخارج المستطيل الأخضر شخصية مميزة، أصحاب قرار، أصحاب رأي، ما بيخافوش لأنهم عندهم شعبية وعندهم شخصية وعندهم جماهيرية. بس ايش رايك في مقارنه عبد الحليم وام كلثوم؟ مقارنه انا بسمع شغلات ولا انا بس انا كما اشوف ميسي وكريستيانو انا ما بحبش انا من عشاق الاثنين. انت من عشاق ميسي؟ بس اقول لك على حاجه، احنا محظوظين ان احنا شفنا الاثنين دول في التنافس كبير صحيح على طول مثلا كذا سنه، 15 ولا 16 سنه، كل واحد كان يحسن الثاني صحيح. انما بعد 18 ديسمبر 2022 ميسي راح في حته ثانيه، ميسي راح في حته ثانيه، خد كاس عالم، فخلاص بقى الماموريه ايه؟ خلاص قفلنا الكوره وميسي عمل كل حاجه، قفلنا اللعب. هل هناك فرصه لكريستيانو مع كاس العالم؟ اكيد. هو بص، في لعيبه قرار اعتزالها الدولي خاص بيها هي، ولا والله لو مين، لو اي مدرب ما يقدرش. انا في تخيلي كنت متصور منتخب البرتغال بعد كاس العالم مفيش رونالدو، بس مين المدرب اللي هيقول له رونالدو اقعد؟ استحاله طبعا، هو صاحب القرار الاول والاخير في كاريره، اكمل لازم يبقى موجود. يا خيرك تنهاج اجلس رونالدو على دكه البدلاء في فترة من الفترات، وسانتوس أعادوا في كأس العالم. صحيح. فأنا قلت إن بعد كأس العالم ربما مدرب يفكر، إنما مارتينيز لا، يقول لك ده أنا مدرب جديد أجي ما أجيبش رونالدو، ده هيمشوني. فالطبيعي في الوقت الحالي اللعيب اللي زي رونالدو وزي ميسي هم أصحاب القرار الأول والأخير، إمتى اعتزل دولي وإمتى ما لعبش وإمتى مثل منتخب بلدي. هم الاثنين الوحيدين بما ما يملكوا من ألقاب وتاريخ وشخصية و و و فهنا وحتى مستواه محمد صلاح حتى مستواه صلاح طبعا وحتى مستواه فهنا في بدايته في بداية التصفيات مميزة المنتخب البرتغالي معاه. احنا بنتكلم على 4 مباريات 12 نقطة 14 هدف سجل، هو 5 تقريبا 5 أهداف هو الهداف في تاريخه. الارقام بتاعته يا عبد العزيز اللي انت جبناها 123 هدف 43 اسيست مع المنتخب البرتغالي، فارقام ما ينفعش ان انت ايه تقول له اقعد شويه، لا ده راجل صاحب، انت يقول انا هكمل، انت هتعتزل هو براحته. هناك صور للياو ظهرت منذ قليل، يعني يعتبر لياو موهبه قادمه.
ربط مع نفقات مع محمد أن ميسي كان لا يستحق كأس العالم ولا رونالدو يستحق كأس العالم اللي اعترف به، بمعنى أنه اليوم أكيد أنه ميسي لما فاز بكأس العالم كأن أكيد أنه الأرجنتين فاز بكأس العالم لأنه هدية. كان بعض الناس تقول إيه بس الناس المتعصبة، لكن كريستيانو أخذ اليورو. لا أحد هو أكيد كأس العالم. لا أنا أريد كأس العالم وصار فكرة معينة في نوعية. ميسي أخذ كوبا أمريكا وكأس العالم أكيد، لكن ميسي ولا رونالدو يحتاج إلى تتويج ألقابهم تدل عليهم في أوروبا إمكانياتهم. في بعض الأحيان أن اللاعب لا يحتاج إلى لقب كي يثبت جدارته وكي يثبت إمكانياته وكي يثبت أنه هداف. هداف يعني اليوم لما نتكلم عن ميسي، لو لم يفز بكأس العالم، لو كرة موانية سجلة، هل يعني ميسي لاعب فاشل؟ هل اليوم رونالدو لو يكمل لكن بعض الناس يقول لك ما خدش كاس عالم، لكن مارتينيز في هذه اللقطة أصبح أسطورة في حراسة المرمى الأرجنتينية. أكيد، لكن أنا أتكلم هل رونالدو اليوم رونالدو 38 أكيد أنا أتمنى أن يكمل لغاية 26 كاس العالم في أمريكا. البرتغال منتخب قوي على كل على فكرة. ميسي سجل هدف جميل في التصفيات شاهدته. هل اليوم رونالدو لو البرتغال لم تحقق كاس العالم، هل هذا سيكون رونالدو ليس من أفضل اللاعبين على مر التاريخ؟ سيكون من أفضل اللاعبين من على مر التاريخ. اليوم يبقى الخلاف هل ميسي أفضل كذا؟ أنا مثلا يعجبني ميسي سأقول ميسي، في الأخير سأقول رونالدو. ما أنا في الأخير هم وميسي يمكن يفوز بكأس العالم، لكن في الأخير أخي فيه لابد أن نحكم بعدل. رونالدو من أفضل ما أنجبت الكرة على المستوى العالمي. فاليوم أنا لا أريد أن ندخل في الجدال الموجود، أكيد في من أفضل وفي أفضل. أوكي، ما حتى أنت ميسي بعد كأس العالم مو شيء نسمي. قبل كأس العالم من أوكي. أفضل بعد كأس العالم أفضل، لكن من عند عشاق رونالدو سيبقى رونالدو لديهم أفضل مهما كان. صحيح، أحب رونالدو أنا على المستوى الشخصي تعلمت منه وأنا بلعب. وفي عشاق مارادونا سيقول لك لا ميسي ولا رونالدو ولا وفي عشاق بيلي. فالأخير إحنا نحكيه على لعبة كرة القدم، الأذواق فيها مختلفة. من كما نحكيه على الفن لاحظ فينا. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. والخواجة معكم كورة، والنهاردة معانا بوتريكا أمير القلوب، الراجل اللي تحليله زي لعبه بالظبط، راجل فنان وراجل بيحط لك اللمسة الفنية. وبوتريكا بيقارن بين ميسي وبين كريستيانو رونالدو. طب دي مقارنة عادلة؟ والله مقارنة غير عادلة بالمرة، لأن ميسي أسطورة وكريستيانو أسطورة. أفضل لاعب في التاريخ ميسي، أفضل لاعب في التاريخ كريستيانو رونالدو. وصرح محمد أبو تريكة وقال لك إحنا معزوزين إن أبو تريكة إن كريستيانو رونالدو وميسي جون في عهد أنت حضرته، أنت شفت بعينك الخماسية بتاعت ميسي، وشفنا هاتريكات كريستيانو رونالدو، وشفنا تألق ميسي بيرقص أسلوب الأرض زي ما بيقولوا. كريستيانو رونالدو أحلى وصف لي بعيدا عن كرة القدم إنه أفضل رياضي في العالم عبر تاريخه. بتقول يا خواجة؟ بقول لك أفضل رياضي في العالم من ساعة ما التاريخ اتعمل. راجل شغال على نفسه بطريقة بكل ما تحمله كلمة من معنى. راجل فيه طبعا رحلات كفاح كتير كتير جدا في عالم الرياضة، لكن كريستيانو رونالدو راجل زيه زي كتير، راجل فيه منه كتير، لعيب كورة. لكن هو عمل ايه؟ هو قال انا مش هبقى لعيب كورة عادي. كان في تصريح لكريستيانو رونالدو من ساعة ما كان في مانشستر وهو عنده 17 سنة بيسألوه مين افضل لاعب في التاريخ، وكان واقف مع روبي كين وواين روني كان واقف مع مجموعة لعيبة. مين افضل لاعب في التاريخ؟ كل واحد اللي قال بيليه واللي قال مارادونا واللي قال كريستيانو رونالدو قال له انا. فكل اللي واقف ده فجابوا الفيديو ده بعد 10 سنين ورونالدو كان بيعاقب كل من هو يتكلم في كرة القدم، كل من هو يعني كان بيعاقب الحراس، كان بيعاقب المعلقين، وكان بيعاقب المدربين والأندية. و 123 هدف مع المنتخب، 123 هدف مع المنتخب، رقم ده ممكن يعدوا مثلا 300 سنة بجد، 300 سنة قبل ما يتكسر. يعني مش عايز اقول لك ان ايه كريستيانو رونالدو وميسي، ميسي افضل لاعب في التاريخ وكريستيانو رونالدو افضل رياضي في التاريخ.
زي ما قال ابو تريكه، يعني انت 5 ذهبيه انا 6، انت 7 انا 8، ناس وتواصل، تواصل 15 سنه متتاليه ما نعرفش في الكوره غير كريستيانو وميسي، كل واحد يطلع موسم يطلع 2 وبعد كده ليس بالامكان افضل مما كان. انهم اسطورتين كره القدم، كريستيانو رونالدو وليو ميسي بعد كده.